Alihamdulilayi so kɔrɔ to mɔda b'a la mɛ si tɛ se ka se da mankɛ dɔ fɔ to ada la kɛlɛ su b'a ni dɔ kɛ dɔsɔ na olu kɛ ko de kɛ sɔ bila da woro na kife di ya o jama ama bila mo bi da ki da bi da bo da bi don borse ru so se de yen ze so hali so ko ni le siria ama no fo ke te bi dalam ar rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa does it say kam min sa'imin laysa fi sawmihi illa dhama wa kam min qa'imin laysa fi qiyamihi illa sahar ce se daba tege bon fo kuno fo ke ta ama na bur fay se nyos ga banni gele da bata ba ngum vo de ka bata ngura man te vi gawala do ya se nyom fo nya de se kedi do do wo no bozne ria so biele na ibada ke na ke gega ibado ke baso na ke na la kas ko so بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الإيمان إننا نشكركم شكرا جزيلا لاهتمامكم بشؤون إخوانكم المسلمين في العالم والحمد لله قد تم بناء هذا المسجد كما ترونه في الصورة وكما طلبنا فجزاكم الله خيرا عن المسلمين جميعا وبارك الله لكم فيما رزقكم به من الأموال والأولاد وجعل لكم أجر كل المسلمين فيه في ميزان حسناتكم يوم القيامة ونشكر لفضيلة الشيخ مدير السابق لمال الدراسات الإسلامية شيخنا درسنا جميعا الشيخ خالد إدريس آدم الذي تم على يده تأكيد هذه المشروعة كما يقوم بخدمات الإسلام والمسلمين في أنحاء غانا وجزاه الله خيرا وطال عمره وحفظه دائما وأبدا كما نشكر للشيخ إسماعيل الفاسكا وأبو بكر
ومن ساهم أو ساعد معهم بالذهاب والإياب في بناء هذا المسجد الكريم. فاستبشروا بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. In the name of Allah, the Omnipotent, the Most Merciful, we thank Allah, or we ask Allah's blessing and perfect peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his generation all. We are all sincerely happy for the completion of this holy mosque. You deserve to be praised for the project and the concern you have on your fellow Muslim brothers in the entire world. More grace to your elbows. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. And to continue to bless you in your business, may you and your family live long. We then thank our Sheikh, Malam Khidr Idris, our former headmaster in the Islamic institution, the great work he has been doing in all the corners of Ghana and even outside Ghana. May he live long. We can't end this program without giving thousand thanks to Alpha Malam Haji Sika and Honorable Abu Bakar and all those who assisted them to carry out this project, especially the municipal imam, Sheikh Muradin Zakaria. This we say, Mina Tamara, Mungodi, Ayuko, Yedewa. Ama, it's a power to the Kerala, the Bedu, the Ubre, the first day of Moja, you. And then you to move the child. Jama, Bangu Tiro, but I want to take it. Badu, الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا لازم اسوي ربنا ترندو بنوا ولا نبدا ورنا الله ورجع لك لبعد تسي ساسو بدا أما راو ذلكنا كبدا أمانة نانجا لدل راسينج با نعم وانكيجا سورك بانوالارو أمانة جبتي جبي وربي دل ما الدنيا رجع لن لبي ما وانا بس أما سودي تازتي بكونا تي غانا دنيا داس أفريقيا بيتازة بيدامو بيكون أفريقيا غانا بيلي بتلا غانا نه غانا ريج ما هو نه بيلي دي فولتاري جن بيلي دي فولتاري جن نه تدو هو ديس ريكو نه بيلي دي هو هو رو فرندو هو تكلي دلتش أمانة هو دالي بنزو بلا بيجي لارو بعه بقول بتشيل الدمبا مدير نا إذا جمع بلا ما درك كوال ما جو كيدلة شيء دوم بابا دو بيزان دانا بلا ما بوزرك بدال خال باورو ولا زيد دني بيري تك نيا الله تي أو نيا جات ديالام تلاتة باتا نيا ناتي إراوان نا نديكو كارن رودي وزونا بلا بلا بانا كونو ويكي نعمة كوزو نعمة كالعافية نعمة كتلي نعمة كليدة بني يلا أصول اللي عدن دلمنا وقال حيرينا كده زيان دي دور دي 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 دور صالم صالم انغو تنانا علوة دونيا على انجندك عرب بندم بيلا النبي بندم بيلا الدين الصلاة دما صار الصلاة الخير ما بين الناس بعض من ذاك زالو ما دتم بين كانوا بدو زجاج
بيدلا بنت أتزالو بنت نتنتنوا أهلا وسهلا من الطلمة نغرازة اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في هذا المكان اللهم بارك باني هذا المسجد اللهم بارك له في حياته اللهم بارك له في أرزاقه اللهم بارك له في أولاده اللهم جازهم بأحسنات إحسانه اللهم جازهم بأحسنات إحسانه اللهم إلى الجنة مصواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من حزبنا وذر أرضا اللهم قل لنا ولهم في حياتنا ولا تكن علينا اللهم قل لنا ولهم ولا تكن علينا اللهم حوالينا ولا علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورك بني اكتداء سورك بني إدعاء البركة سورك بني إسيزداء سويل الجنة إلى دار داره السوباء ولدي كفوره سي يلا دونيا بلاوي يلا دونيا سو وانجاني سورك بني يلا بلدي يلا دونيا سو وانجاندا سورك بني يلا يلا دونيا سو سوليدا سورك بني يلا 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 دونيا دغا الجنة سورا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قل لنا ولا تقنا علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكرمنا ولا تحنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارشدنا ولا تضلنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Vamos!